ولد كيبكي وانا في الكوزينه، شوف ماله. راح كندوي معاك. الو، السلام خويا. اهلا سي هشام، لاباس عليك؟ غير مشاكل مع مرتي، يلاه تخاصمنا عاود ثاني. كيبان لي غادي نمشي نطلق، والله ما عرفت من ندير. واجي عندي ويكون خير. وحتى لهاد الدرجة راه بيناتكم ولد، فكروا فيه شوية. ما راه عييت اخويا، جربنا كل شيء، لا من العائلة ولا من الأصدقاء، راه كل شيء تدخل، ما بقات غير المحكمة. شوف، أنا كنعرف واحد الجمعية، سمعتها في الراديو، وغادي يعاونوكم إن شاء الله. واخا، وشكون هاد الجمعية؟ هي الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، وفيها مركز ديال الوساطة الزوجية المبنية على النوع الاجتماعي. هكذا غادي يسمعوا لكم بزوج وغادي تخرجوا بشي حل ان شاء الله اللي يرضيكم. وكيفاش؟ كتمشيو للجمعيه وكدير لكم واحد المجموعه ديال الاجتماعات سريه كتكون بينكم وما بين الوسيط والمحامي وحتى الطبيب النفساني، باش كل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه، والقرار الاخير كيرجع ليكم. المهم ان الحل كيرضي الطرفين. فهمت، انا غندوي مع مراتي ونمشيو بجوج. ما كانش كيحسب لي غادي نلقاو بزاف ديال الازواج في المركز. حتى انا ما توقعتش هادشي، وكل واحد والمشكل ديالو، اللي جاي على النفقه، على الطلاق. اه، وملي شفت هاد المشاكل كلها عرفت بلي حنا كنخصنا غير التواصل والحوار. هو هادشي عرفناه بسبب الوسيط والجلسات السريه اللي قدرنا نرتاحوا فيهم ونفرغوا على داكشي اللي في قلوبنا. فعلا بوجود هاد الجمعيه غيكون وضع الازواج حسن في المستقبل. حتى نتوما الى عندكم شي مشكل اتصلوا بنا على الرقم التالي 05 22 26 86 67، او زورونا على العنوان التالي زنقه عبد الرحمن الصحراوي عماره 37 طابق 5 الشقه 7 الدار البيضاء.